رقم حلقات هذا الدون، يمكن هذا الدون ان نستعمله للخير وللشر. وفي هذا الدرس وفي هذا الفيديو غنبين لكم اذا لقيتوا بحال هذه المسائل في ثلاث اشياء، كما قلنا هذا للمحبه وللسيطره على المنزل، هذا من اجل الثقافه ديال الشيء او السواد او الجنون او اي شيء من اعمال التسليط، وهذا من اجل اعمال البغضه الداخليه بين الازواج. يعني كل هذه ثلاث اشياء تصب في نهري وفي عيني الشري.